طيب خلينا نروح لتفاصيل اكتر من ارض المونديال مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ رجائي فتحي. استاذ رجائي ازي حضرتك يا فندم، وتحيات الكابتن عادل والكابتن ابو مسلم ليك. اهلا بيك كابتن اسلام، وبمس عليك وعلى الكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك. اهلا بيك والكابتن احمد ابو مسلم صديقي العزيز. اهلا وسهلا. الحقيقه كل الكلام اللي قاله الكابتن عادل اتفق معاه بنسبه كبيره، يعني هو قاري كويس قوي فريق الدقيق. طيب. واضح ان هو اتفرج عليه بشكل كبير جدا. لكن الحقيقه صبري اللاموشي هو زي ما قال بيعتمد في مبارياته على حسب المنافس اللي قدامه. يعني هو المباريات الاخيره كان بيلعب 4 2 3 1 واحيانا بيلعب 4 2 4. طيب. الطريقه القديمه قوي اللي بنشوف فيها اكتر من مهاجم. لكن هو النهارده كان ليه تصريح جميل، يمكن معرفش هو تصريح ما انا كنت عايز اسالك على التصريح ده تحديدا يا استاذ رجائي، لانه التصريح ده هل بياتي في اطار التنويم المغناطيسي اللي بيتبعه المدربين والناحيه النفسيه برضه يا كابتن عادل يا كابتن مسلم اشتركوا معانا في الحوار، لانه مهم جدا ان الناس تعرف هل صبري لاموشي من دي طريقته ان هو بيحاول يعمل تنويم مغناطيسي ولا دي وجهه نظره؟ هي انا في اعتقادي من خلال معرفتي بالكابتن صبري دي وجهه نظره ومش تنويم مغناطيسي ولا حاجه، لان هو بيدي كل فريق اهميته، والحقيقه مش بيبالغ في الموضوع، لان هو بيقول وقائع، بيقول لك الدحيل لم يشارك قبل كده في كاس العالم للانديه، لم يفز باي لقب قاري قبل كده، الاهلي عنده رصيد وعنده تاريخ وعنده بطولات، وده على ارض الواقع او نظريا موجود. نعم. لكن كناحيه فنيه الدحيل عنده خط هجومي على اعلى مستوى، عنده رباعي في المنطقه الاماميه، أنا شايف من وجهة نظري محتاج جهد كبير من دفاع النادي الأهلي ولاعيبي الوسط عشان يقدروا يوقفوا هذا الرباعي. لكن في المقابل عنده خط دفاع، لو الأهلي عنده سرعات يقدر يخترق خط الدفاع ويقدر يصنع فارق في المباراة. وطبعا شغل المدربين خارج الخطوط هيكون ليه دور كبير جدا في ازاي هو يقدر يحسم نتيجة المباراة أو يصنع فارق فيها. لكن العناصر اللي جابها فريق الدحيل أو استخدمها في الفترة الأخيرة دخلوا في التشكيلة الأساسية، جاب حارس مرمى صاعد واعد يمكن كان بيلعب في نادي الوكرة اسمه صلاح زكريا عنده 20 سنة خلاه هو الحارس الأساسي. جاب أيضا علي كريم من نادي قطر، ده لاعب إيراني بيلعب ارتكاز في وسط الملعب ويمكن كان السبب الرئيسي في استخدامه إصابة لاعبه الدولي كريم بوبياف. كريم دخل القايمة النهاردة، الفترة الأخيرة ما لعبش كريم أي مباراة مع فريق الدحيل، النهاردة دخل القايمة الرسمية اللي أعلنها الفيفا، بقى موجود مع فريق الدحيل، يقدر كريم يلعب عنده عصر مدبه لاعب ارتكاز ايضا لاعب دولي موجود في وسط الملعب. اعتماد صبري اللاموشي او فريق الدحيل بصوره اساسيه بيكون على المنطقه الاماميه والاطراف في الناحيه الهجوميه. مش الاطراف من الخلف، يعني اطرافه من الناحيه الهجوميه على الاجنحه. نعم. ميلسون جناح واحيانا المعز علي بيلعب جناح، لو بيخلي دودو بيلعب في اللاعب رقم 10 بيبقى تحت راس الحربه اللي هو مايكل الونجا اللاعب الكيني اللي تم استخدامه من الدوري الياباني، وعلى فكره مهاجم يعني مهاجم كويس جدا متميز بيلعب بكل طاقته، هداف الدوري الياباني اصلا. هداف الدوري الياباني ولاعب قوي يا كابتن عادل. يحتاج رقابه مان تو مان في المباراه، يحتاج واحد يكون يقص معاه، واحد يكون خفيف يقدر يوقفه يعني، لكن هو مهاريا مش زي دودو ولا زي ادميلسون ولا هو زي جسمه كبير قوي 193 سم. ولاعب فايتر يعني انت شايف الملعب ما بيسكتش طول المباراه يبقى شغال. لكن بالنسبه لوسط الملعب انا شايف الاهلي عنده تفوق في وسط الملعب، الاهلي عنده تفوق في المنظومه الدفاعيه بتاعته، الاهلي ايضا عنده تفوق في الناحيه الهجوميه على حسب طريق موسيماني، هل هيلعب بمهاجم صريح؟ هيلعب بثلاث لاعبين فيهم مهاجم خفي يعني يبقى في روتيشن بين اللاعبين في الخط الامامي، ده كله هيحدده موسيماني على حسب طريقه اللعب اللي هيلعب فيها في المباراه. لكن بصفه عامه التاريخ مع الاهلي، الارث مع الاهلي، الجمهور اللي موجود في الملعب رغم ان المباراه في قطر وبتلعب في ملعب كبير يسع 40,000 متفرج، صحيح هيبقى حاضر 30% اللي هو حوالي 13,000، لكن غالبيه الجمهور هيكون مع الاهلي، الثالثه يمين الثالثه شمال موجوده مع الاهلي. في عوامل كتير ترجح كفه النادي الاهلي، لكن حضراتكم انتوا الثلاثه كباتن كبار ولعبتوا في النادي الاهلي وعارفين المباريات ما بتتحسمش غير في الملعب. كل الارقام، كل الاحصاءات، كل الترشيحات تظل على الورق على حسب نتيجه المباراه. أيوة. وعارفين ظروف المباراه واللي ممكن يحصل فيها. يعني استاذ رجائي برضو عايز اعرف حضرتك الاعلام بيتكلم ازاي عن هذه عن هذا اللقاء ان شاء الله اليوم الخميس. الحقيقه من يوم الجمعه بالليل من ساعه ما الاهلي دخل الدوحه
احتفاء كبير بفريق النادي الاهلي، احتلال لكل المانشيتات في الجرايد الرياضيه، معظم الجرايد في قطر ليها ملحق رياضي، على سبيل المثال الجورنال اللي انا بشتغل فيه جريده الرايه عنده ملحق رياضي، دايما في ترحيب بنادي القرن الافريقي النادي الاهلي، متابعه يعني صفحات بتتفرد للمونديال وبتتفرد لكل كبيره وصغيره بتحصل، سواء كانت في المعسكر سواء كانت في التدريبات، صحيح في فقاعه طبيه في نظام. انا لسه كنت هقول لك هو اساسا ما فيش حاجه بتحصل. لا في يعني يمكن الكابتن عادل قال لك المدرب انديفيدوال صعب ان هو يشتغل مع اللعيبه، ده حقيقي بالنسبه للناحيه العمليه، لكن الفندق اللي موجود فيه الاهلي مجهز، يقدروا ينزلوا الجيم، يقدروا يعملوا اي شيء، كل شيء موجود فيه، حتى يقدر يعمل المحاضرات وغير المحاضرات موجوده، الملعب التدريب اللي موجود هو ملعب مخصص للنادي الاهلي، ما فيش فريق ثاني في المونديال بيتمرن في هذا الملعب اللي هو الملعب رقم واحد في جامعه قطر، ملعب ارضيته حراريه، ملعب من ملاعب التدريب اللي هتكون في كاس العالم 2022، ده مخصص فقط للنادي الاهلي، هو بس اللي بيتمرن عليه، الحقيقه الامور ماشيه لحد دلوقتي بوتيره جيده تدعو للتفاؤل، لكن الناحيه الفنيه حاجه ثانيه خالص اللي هنشوفها في الملعب على حسب عطاء واداء الفريقين، لكن الصحافه مهتمه، الاعلام، القنوات الفضائيه، القنوات الناقله للبطوله، القنوات الحصريه سواء قنوات البين سبورتس او قنوات الكاس الرياضيه، كل شيء اهتمام كبير جدا، برامج خاصه للبطوله، احتفاء بالنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي. الناس بتقول ايه بقى يا استاذ رجاء هناك؟ يعني المواطنين العاديين بيقولوا ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ هل الاهلي اقرب؟ هل الدحيل اقرب؟ هل الموضوع داخل في ايه الموضوع يعني؟ لا الموضوع كابتن اسلام كله موضوع رياضي، الموضوع داخل في الاطار الرياضي. طبعا طبعا ما حد بيتكلم في الاطار الرياضي، ما بنتكلمش في حاجه ثانيه، احنا دائما ما بنتكلم في الاطار الرياضي. الترشيحات كلها تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. كله بيقول الخبرات، بيقول التاريخ مع النادي الاهلي، لكن كل الناس بتحذر المتابعه او حتى اللي بيتكلموا من زمايلنا الاعلاميين بيتكلموا عن قوه هجوم الدحيل. هو صبري اللموشي في المباراه الاخيره اللي اتكلم عليها الكابتن عادل بيلعب او بيعتمد بشكل اساسي على اربع لاعبين في الخط الامامي، اتميلسن ودودو ومعاهم المعز علي والونجا، انا بنسبه 100% اقول لك صبري اللموشي لا يمكن هيلعب بهذا الرباعي. تمام. لان لو لعب بهذا الرباعي في المباراه هيبقى نوع من انواع المغامره غير المحسوبه في مثل هذه المباريات، لانه ممكن يقعد لاعب من الاربعه بحد اقصى، يعني يلعب بثلاثه وده هيدخل لاعب ثاني في نص الملعب عشان يحبس التوازن المطلوب. ده يتطلب موسيماني من وجهه نظري ان هو يهتم بالمنطقه الخلفيه، وليكن الاهلي يلعب بثلاثه في الخلف سواء كان اشرف او ياسر ابراهيم ومعاهم بدر بنون، طبعا ده رؤيه فنيه للمدرب بالدرجه الاولى، لكن من خلال متابعتنا لمباريات الاهلي ومباريات الدحيل، الدحيل يتفوق هجوميا، الاهلي يتفوق دفاعيا، الاهلي عنده كثافه وعنده يعني ميزه كويسه، عمليه الارتداد من الدفاع للهجوم والعكس بتبقى سريعه في النادي الاهلي، يقدر يصنع منها فارق. الاهلي كمان عنده ميزه اللعيبه اللي بتشوط من بره منطقه الجزاء سواء كان قفشه، طاهر، محمد طاهر، علي معلول، اي لعيب يقدر يصنع له فارق. ايوه. الدحيل بيعتمد بشكل اساسي على الكورسات والقادمين طوال القامه، يعني المعز علي طويل القامه، الونجا طويل القامه، ادميرسون عنده سرعات، دودو عنده مهاره. دول الرباعي اللي بيشكلوا خطوره في المنطقه الاماميه. طيب في الدفاع عنده اتفضل يا كابتن. عايز برضه اسال حضرتك في الجمهور، 30% من سعة الاستاد يعني حوالي 12-13 ألف متفرج من سعة استاد المدينة التعليمية اللي هيلعب هتلعب عليه أول مباراة. إيه الإجراءات؟ معانا صور أهو لقطات برضو من موضوع التوافد الجماهير الأهلاوية وغير الأهلاوية الحقيقة للحصول على تذاكر البطولة. طيب أستاذ رجائي بيقول لنا إيه الإجراءات الاحترازية في موضوع الجمهور؟ يعني أنا كواحد من الجمهور عايز أروح أشتري تذكرة أعمل إيه؟ كل التذاكر كابتن اسلام عن طريق الموقع الاتحاد الدولي لكره القدم ticket.com. الموقع ده انت بتحجز من عليه تذكره، مش معنى انك اشتريت التذكره وكله عن طريق بطاقات الفيزا والاي تي ام، مش معنى انك اشتريت التذكره كده دخلت الملعب اطلاقا. علشان تدخل الملعب بتعمل كشف او فحص كورونا كوفيد 19 قبل المباراه بحد اقصى 72 ساعه، اعتبارا من الساعه 7:30 من مساء اليوم بدا الفحص. يعني اي واحد النهارده من 7:30 لحد يوم المباراه نفسها يقدر يعمل فحص. لحد انا عرفت انا عرفت يا استاذ رجاء ان دايما الجمهور قبل المباراه على طول بيخش يعمل مسحه وبياخد النتيجه بتاعتها في ربع ساعه بعد 15 دقيقه بالظبط. ايوه هو طلعت المسحه سلبيه
دايركت بياخد التيكت بتاعه، اذا كان راح قبل المباراه بيستنى بعد كده يوم اثنين على حسب ما هو عمل المسحه بتاعه. هو موجود في الملعب ساعه المسحه دايركت بياخد النتيجه ويدخل على الملعب. وابواب الملعب اللجنه المنظمه اعلنت النهارده هتفضل فاتحه لحد الساعه 8:30. 8:30 ده موعد المباراه. 8:30 بالظبط موعد المباراه تغلق الابواب، مفيش حد يدخل الملعب. تاكد كابتن اسلام كل من هو يتواجد في ملعب المدينه التعليميه، لاعب، اداري، مدرب، صحفي، مسؤول، رئيس بعثه، ايا كان كل اللي موجودين، رئيس الاتحاد الدولي، اي حد عامل مسح كورونا ونتيجته سلبيه. ده اهم حاجه. مش هيدخل الملعب. مظبوط. ولا ومن الواضح يعني بقول لحضرتك انا كنت بتكلم مع جمعه وائل جمعه كابتن عادل كابتن ابو مسلم، كنت بتكلم معاه في التليفون من يومين يعني بعد ما البعثه وصلت، قال لي اسلام انا ساكن جنب الفندق ومش هعرف اروح اشوف البعثه. من الواضح ان هناك اجراءات شديده جدا احترازيه يعني. لا ده موضوع يا كابتن، هم كان ليهم تجربه للامانه ناجحه جدا في دوري ابطال اسيا. ايوه. استقبلوا مباريات الغرب والشرق اللي هم انديه الغرب والشرق، قعدوا حوالي شهرين في مباريات مستمره بصوره مستمره. نجحت التجربه ليه؟ لان هم عملوا الطريقه او البروتوكول الصحي اللي حضرتك اتكلمت عنه. ممنوع الاقتراب والتصوير من مناطق خلي بال حضرتك برضه يا استاذ رجائي، التجربه المصريه في كره اليد في كاس العالم في كاس العالم لكره اليد تجربه حديث العالم كله الحقيقه الكل بيتكلم عن هذه التجربه. بطوله كبيره 24 منتخب كاس عالم 32 منتخب لاول مره 32 منتخب لاول مره في تاريخ كاس العالم كاس العالم لكره اليد يعني كرة اعتقد اليد. ان ده تجربه برضو رائعه جدا تجربه الفقاعه كابتن عادل يا كابتن ابو مسلم تجربه تم تجربتها على 32 فرقه. شوف بقى كل فرقه كام البعثه بتاعتها كام بكل حاجه والحمد لله الامور عدت بشكل مفيش احلى من كده وتجربه يعني. مصريه واضحه جدا في هذا الموضوع رائده. انت خلي بالك برضك يا اسلام ان التجربه مفيده جدا طبعا ونجاح للدوله المصريه وكل مؤسساتها طبعا. في قطر برضك نفس الكلام، جينا نتكلم انا لعبت في قطر 3 مرات يعني 3 بطولات لعبناها في منتخب الشباب واولمبي كانت بتلعب دوره الصداقه على طول هناك. بس ما كانش في جائحه كورونا. ما كانش في طبعا كلام ده، لكن انا بتكلم على ان جائحه كورونا دي مغيره طبعاً. حاجات كتير. انا بشكر يعني حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ رجائي، يعني دايما بتشرفنا وبتنورنا وبتدينا معلومات كثيره جدا، فانا بشكرك على تواجدك معانا.